كشفت تقارير إحصائيات الملاحة البحرية خلال العام الجاري عن توقعات بتحقيق طفرة غير مسبوقة في الإيرادات السنوية لقناة السويس تصل إلى نحو 7 مليارات و800 مليون دولار بنهاية العام الحالي. وقطعت الدولة المصرية شوطا كبيرا نحو تنمية منطقة القناة وتعمير سيناء من خلال حزمة من المشروعات التنموية العملاقة جاء في مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة كقاطرة للمشروعات العملاقة تلاها طفرة في مشروعات تطوير البنية التحتية من خلال تنفيذ 6 أنفاق عملاقة.